كنت اسمها بس للوالده، والدتي مو يم الشعر ابد ابد ولا يمه، بس يعني قضيه الاوزان هاي قضيه صعبه. فقلت ما دام انا وصلت مرحله قمت اعرف اكتب، خلي ادخل منتدى، وتعرف المنتدى كله شعراء، فهم يدربونا يعلمونا على الوزن. دخلت اول قصيده الصراحه انا لو اقراها ما تسمى شعر والله، بس هم شافوا بيا مستقبل شاعره، مشروع شاعره خلينا نقول. فدخلت المنتدى، منتدى مسامر بغداد، وهم كلهم شعراء يعني ممتازين. فالموضوع الاوزان قاموا يعلمونا عليه، الاخطاء يعني يعلمونا عليها، يقول هذا خطا ما يصير تقولينه، هذا الوزن غلط. يعني انا كنت بالبدايه الفوق موشح جوه تجليبه والله، بس بعدين شويه شويه بعدين ترتبت بعدين شويه شويه طورت. وهم يتعاملون على اساس عمري، خصوصا انا عمري 17 سنه، فهم يعني ما يعاملوني بشكل اكبر، على قد عمره على قد موهبتي، يقولون انت بالمستقبل تتعلمي. اتعلم خصوصا انا هسه يعني يوميه تقريبا داكتب قصيده، يوميه يوميه من ابواب القصيده مال اليوم، واقرا قصيده مال البارحه، اشوف مال البارحه باهته. كلش مو حلوه. ليش هي بتقولي انت باهته تقولين زين؟ وهي كلش مو حلوه. اشوف الجديد احلى شيء تجدد. يوميه عندك يوميه جزء انه دخلي في مصطلح معين او دخلي في خلينا نقول في عباره معينه، تحسيها قريبه الى قلبك وقريبه الى قلوب مستمعيك، لذلك تحسين انه القصيده القديمه باهته ما لها نكهه. اي خصوصا انا يعني عايشه بمجتمع يعني النجف، وخصوصا يعني مو منطقه، خلينا نقول المنطقه الشعبيه اللي عايشه بها انا، فالمصطلحات عندي قويه، اغلبها حس قصدك اغلبها حس هي المنطقه الشعبيه، يعني اعتبرها انه هي منطقه مغذيه للشاعر، لان الحس بيها تكون طاغيه على الشعر، اللي هي تكون بيها فد نغم، بيها فد حلاوه بالشعر. فيعني مصطلحاتي اغلبها ذائقه الشعر يفتهموها، بس مو كل الناس تفتهمها. يعني اللي والله ما ادري. يلا اقرا انت شو محاضره؟ اقرا لكم أوذية. يلا اقول وحق اليابسه بدمها نحرته، وحق اليابسه بدمها نحرته، وقع وركضت قبل امه نحرته، نكرني وبسهم هجري نحرته، ذبحته وما طفيت النار بيه. الله حلو. الله عليكم حلو.